لكن وين يا ابو طبل وين؟ دفن وثق بكر والله. اول مره يا مخلوف يحطوا عليك ثلاث حيطات يوزن ثلاث قناطير. ثلاث قناطير ابيض. الله. وبعدين يليشوا عليك من فوق بسمينتو تليش. تليش بسمينتو كبريتي من فوق. تليش. انا مش عارف يا جماعه الجماعه اللي يديروا في العجله هذول حقدين والله شنو فيهم. مصبين على القبر عشنا يا عشنا. شنو فيه بالضبط يا راح؟ حتى الفجار يسكروا فيه الكواغط يا رجل. يعني ما عندكش منين تضبط يا نفس. ما فيش مكن. مرات واحد راقد يا سيدي مش مشكلة. اه والله بعد يحصل جوه خلاص مفروض اللي يدفنوه يحطوا معاه ماسة وسكربيلو.